بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الشبح للمعلوميات. درسنا لهذا اليوم هو عبارة عن اختصار حساب التخفيضات. طبعا تقوم بإدخال المبلغ قبل التخفيض كم، ثم تدخل له نسبة التخفيض كم، النسبة المئوية، فيعطيك قيمة الخصم كم والمبلغ بعد الخصم كم. طبعا لابد أن تكون في البداية قد حملت برنامج الاختصارات، سوف أضع لكم الرابط للتحميل أسفل الفيديو إن شاء الله. بعد ذلك تقومون بالضغط على أيضا رابط الاختصار، أيضا سوف أضعه لكم أسفل الفيديو إن شاء الله، تضغطون عليه. بعد ذلك تضغطون على هذا الزر الأزرق، بعد ذلك تضغطون على فتح، بعد ذلك تضغطون على أوبن، بعد ذلك تضغطون على أحضار الاختصار، بعد ذلك تضغطون على تم، بعد ذلك أيضا تضغطون على تم هنا، بعد ذلك تضغطون على هذه الثلاث نقاط وتضغطون على تشغيل الاختصار. بعد ذلك تقومون الآن بإدخال القيمة، مثلا عندكم مثلا منتج قيمته لنفترض 250 ريال، تضغطون بعد ذلك على موافق. الآن قيمة الخصم الموجودة فيه مثلا لنفترض أنها 30%، نكتب 30 وموافق. طبعا أدخل قيمة الخصم بالنسبة المئوية، هذه طبعا 30% من ساعة. خلينا نرجع من جديد، نضغط إلغاء. طيب نشغله في البداية. الآن أدخل المبلغ كما ذكرنا 250، حتى فقط تابعون طريقة، نضغط موافق. الآن قيمة الخصم قلنا 30%، نضغط موافق. الآن قيمة الخصم 75 ريال، مبلغ بعد الخصم 175 ريال، نضغط موافق. فقط هذا فكرة هذه الحاسبة، حساب التخفيضات. كان هذا كل شيء. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم جديد الدروس، وعمل لايك للفيديو وتعليق على هذا الفيديو ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة على الجميع. وفي أمان الله في الدروس القادمة إن شاء الله.